ما سبب تأخر الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة إدراج جماعة الحوثي على قوائم الإرهاب؟ هل هنالك تردد أم أن الأمر بحاجة إلى إجراءات؟ ما رأيك بذلك؟ حقيقة أحمد، هنا سأقول وأنا آسف لقول ذلك، أعتقد بأن الإدارة ربما متحرجة. فالخطوة الأولى التي اتخذتها هذه الإدارة عندما تولت هذا المنصب من حيث السياسة الخارجية هي انتزاع الحوثيين من قائمة الإرهاب، فهم مصنفون كجماعة إرهابية. وأنا شجعت الوزير بومبي للقيام بذلك في ديسمبر 2020، وقام بذلك بعد الكريسماس مباشرة من ذلك العام. وبمجرد أن تولت إدارة بايدن المنصب، أعتقد كان ذلك في يناير 2021، فقد أزالهم من هذه القائمة. والمنطق هنا لم يكن لأنهم ليسوا بجماعة إرهابية، وإنما كان لأنه على نحو أو آخر من أجل منع تطور، أو من أجل أن يكون هناك تطور للمفاوضات ما بين السعوديين والحوثيين. وأعتقد بأن إدارة بايدن هنا كما فعلت مع إيران فكرت بأنها بتخفيف وطأة الضغط وحملات الضغط، بأن هذا من شأنه أن يحسن أجواء التفاوض مع إيران وأن يدعم التوصل إلى أو العودة إلى الاتفاق النووي. فإذا أعتقد بأن ذات التفكير كان لديهم تجاه الحوثيين، وقد أثبت هذا خطأه، فليس هناك أساس لذلك. ولكن بإمكان القول هذه ليست المرة الأولى التي يحدث شيء من هذا القبيل. في التسعينيات من القرن الماضي، في نقطة ما بالنسبة للعراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية، فإن إدارة ريغان أزالت صدام حسين من قائمة الإرهاب، ولم يكن السبب أن صدام لم يكن يدعم الإرهاب، وإنما كان ذلك لأن الولايات المتحدة رغبت في أن تشجع العراق على أن تؤدي أداء أفضل في هذه الحرب، فإذا رفعوا العقوبات عنه. هذا أيضا أثبت أنه كان قرارا خاطئا.